ومسك الختام في هذه الاحتفالية كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم جميل خالص خالص إن احنا نحتفل بالأم والأخت والابنة المرأة المصرية الحقيقة، ومش قادر أقول لكم يعني لقائي مع السيدات الفضليات الكريمات اللي أنا التقيت بيهم في التكريم واللي أنا ما شفتهمش حتى، موجودين في كل بيت مصري ويمكن ما جاتش فرصة إن احنا نقول لهم متشكرين ومقدرين، بوجه لهم التحية والتقدير والاحترام. وبرضو اسمحوا لي أقول لكم إن حتى السيدات اللي مش موجودين معنا دلوقتي وعند ربنا سبحانه وتعالى، يمكن نقول ندعو الله سبحانه وتعالى إنه يتغمدهم برحمة بحق كل حاجة حلوة هم عملوها، بحق كل سهرة هم سهروها، بحق كل هدمة هم غسلوها، بحق كل أكلة هم صنعوها، بحق كل دعوة هم دعوها. ربنا يا رب بنقول يا رب هم ضيوف عندك وأكرمونا كلنا وبقوا في دار الحق يعني، فتفضل عليهم بكرمك وعطفك ولطفك ورحمتك. فيوم زي ما بقول يوم جميل قوي إن احنا نتذكر الفضليات الكريمات العظيمات اللي هم نبع العطاء، وهم بالمناسبة نعم أهلا وسهلا بيكم، هنتصور ونعمل كلها، تزعليش خالص، حاضر حاضر حاضر. هما ما تزعليش، أولا ما تزعليش، لا ما تزعليش، لا ما تزعليش، والله حقك علي أنا، لا لا ما تزعليش. طب حاضر طب حاضر طب حاضر حاضر، بس المهم ما تزعلوش. هم طبعا يعني لما المكرمات كثيرات جدا، المكرمات كثيرات جدا، وهم يمكن عشان مش عايز اقول يضيعوا الوقت ولا حاجه، لكن الحقيقه في اتنين من كبار القاده توفوا جنازتهم النهارده، وانا ما كنتش عايز اقول الخبر ده يمكن بعد الاحتفاليه. اتنين من قاده اكتوبر، حاضر هنسلم كل اللي انت عايزاه، حاضر حاضر. الفريق عبد المنعم واصل، اسف الفريق عبد المنعم خليل والفريق عبد ربنا بيحافظ، توفوا بالامس وجنازتهم النهارده، ودول من ابطال اكتوبر يعني. فمهم ما تزعلوش، مهم ما تزعلوش، انتوا موجودين معانا وعلى دماغنا كلنا يعني. خليني برضو بدل ما نتكلم بعيد عن الكلمه يعني، ان احنا زي ما قلت كده التكريم اللي بنقدمه يعني، احنا طبعا يعني بودينا نكرم كل الناس او كل السيدات يعني، لان كل ست في بيتها مع أولادها ومع زوجها ومع الحياة اللي هي بتعيشها بتقوم بجهد كبير قوي قوي. ينكروا جاحد أو ظالم، ينكروا جاحد أو ظالم، أنا بتكلم مش زي ما الناس بتتصورها إن إحنا يعني بنحاول نبقى يعني يقولك يعني منحزين، لا لا، إحنا بنتعامل مع الأمور بتوازن صدقوني، واللي احنا بنعمله بنحاول نحقق بالتوازن مش انحياز.
احنا لسه ما انحزناش، احنا لسه ما انحزناش، احنا بنحاول نعمل توازن. بس بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، عظيمات مصر، السيدات والسادة، أود أن أستهل حديثي اليوم بتقديم خالص التحية والتقدير إلى المرأة المصرية العظيمة، صانعة مجد الوطن والأساس المتين لبنائه ونهضته، منبع الأمل في المحن والشدائد. فكل عام وأنتن عزة الوطن ومصدر قوته. واسمحوا لي ونحن نحتفل بالمرأة المصرية العظيمة أن أدعوكم جميعاً لأن يكون اليوم وكل يوم فرصة للتعبير عن الشكر والامتنان للمرأة المصرية، تقديراً وإجلالاً لدورها العظيم وتضحياتها الغالية. السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري وفخري أن أشهد بينكم اليوم احتفالنا السنوي بالمرأة المصرية العظيمة، وسعادتي كبيرة وأنا أتواجد بين هذه النخبة من عظيمات مصر في شتى المجالات. وأؤكد لكم اعتزازي الشخصي بهذا الاحتفال الذي أصبح تقليداً عزيزاً، أعتبره وسام شرف من الدولة لكل سيدة مصرية لتعبر خلاله عن جزء يسير من احترامنا لدورها الجليل كشريكة في الكفاح والنجاح والبناء والعمل. السيدات والسادة، لقد كانت المرأة المصرية العظيمة وما زالت دعماً وظهيراً لوطنها، ولن أكون مبالغاً إذا قلت أن قوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن، فهي رمز العطاء والتفاني والتضحية المتجردة من أي مصلحة، هي سر الحياة، هي سر الحياة. وأقولها صريحة، إن انحيازي للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بأن احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها هو واجب وطني والتزام سياسي، وليس هبة أو منحة، بل هو حق أساسي لها وعلينا جميعاً أن نتخذه كمنهج حياة، فبدونه لن يتحقق أي نجاح منشود. أنا كنت ناوي أتكلم كلمتين وبعدين أقول في الآخر كلمة كده، لكن اسمحوا لي إن أنا فرصة وأنا في وسط الكلام كده أقول اللي أنا عايزه. لما بقول الفقرة اللي فاتت ديت وبقول إن المرأة كانت هي سبب كبير وسبب أصيل لحالة النجاح اللي إحنا بنعيشها، أنا ما كنتش مبالغ. وعايز أفكركم في الأحداث اللي تمت خلال على الأقل العشر سنين اللي فاتوا، وقد إيه المرأة كانت مسؤولة، ومش بس كده، وكانت محركة وصانعة للأحداث. ولما جينا حتى في برنامج الإصلاح الاقتصادي إحنا قلنا محتاجين دعم المرأة المصرية، وبدعمها مررنا نجاح أو مررنا ظروف قاسية جداً جداً مرت على الوطن وعلى الشعب المصري كله بدعمها ومساندتها. وأنا لما بقول الكلام دوت بسجله لكم وبسجله هنا للتاريخ، ان لولا هذا الدعم، يعني طبعا ما حدش يفهمني غلط، يعني الراجل موجود وبيقوم بدوره وكل حاجه، ما انا راجل برضو يعني، لكن صحيح يعني، لكن المراه هي يعني، افتكروا بانصاف، افتكروا اي زوج يفتكر بانصاف زوجته بتعمل ايه، يفتكر كل ابن بانصاف والدته بتعمل ايه، يعني يفتكر كل ابن امه عملت ايه بانصاف. انا بقول ما بقولش من حياز،
حاجه ان هي اعطت كثيرا جدا يعني. فنيجي لموضوع الاصلاح الاقتصادي تحديدا، انا بتكلم لان ظروف قاسيه جدا مرت علينا في الوقت ده، لكن هي كان بدعمها احنا مررنا بيه والحمد لله. وانا عايز اقول لكم بفضل الله سبحانه وتعالى، ولولا هذا الموقف ولولا الاجراءات اللي اتعملت ديت، انا بقول لكم ان احنا خلال السنتين اللي فاتوا والأزمة اللي احنا بنعيشها دلوقتي، الأزمة العالمية اللي احنا بنعيشها دلوقتي، صدقوني لو ما كانش هذا البرنامج وفقنا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم ودعمكم، احنا كان هيبقى موقفنا صعب قوي 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 في اللي احنا بنعيشه دلوقتي. ودي كنتم متابعين، شكرا جزيلا. وانا عايز اقول لك ايه، الناس ممكن تاخد قرارات كتير والمسؤولين ممكن ياخدوا قرارات كتير، لكن يبقى في النهايه ان توفيق ربنا سبحانه وتعالى ودعمه للقرار هو ده الاساس يعني. ما الناس مستعده تاخد قرارات في كل وقت، والناس عارفه الصح وممكن تجري انها تعمله يعني، لكن لما ربنا يوفق وكمان الناس تساعد معانا، ما الناس ساعدت، هو النتيجة اللي أنا بتكلم فيها دي، إن الناس ساعدت. الناس اللي بتكلم هنا على الست البيت اللي هي مطلوب منها أنها تأكل وتشرب وتلبس وحاجات كتير قوي، هي اللي ساعدت معايا أو ساعدت مع الوطن، إن شئت أن أنت تسموها كده. وأنا لما أسجل ده وأقوله مش يعني، ما أنا قلت لكم مرة قبل كده إن أنا واحد من الناس يعني، أنا مش، ما تعتبرنيش مسؤول كبير ولا حاجة، بتكلم بجد، ما تعتبرنيش مسؤول كبير يعني. أنا أصلي يعني أنا واحد من المجتمع يعني، بسمع وبشوف الست بتعمل إيه يعني، زي كل بيت من البيوتات بتاعتنا واللي بيحصل فيها يعني، وتجد في الآخر، وأرجو إن الكلام ده ما يبقاش يؤلم يعني، وجد في الآخر إن هي الست اللي بتشيل يعني. بقول بإنصاف، أنا بتكلم في نسبة غالبة، بتكلم في حالة مش بتكلم في استثناء، بتكلم في حالة. يعني إيه حالة؟ يعني لما أجيب 1000 ست وأجيب 1000 مشكلة في كل بيت، ما بقولش إن 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 الكل الألف يعني 100%، لكن نسبة كبيرة منهم بتعطي وتضحي وتساهم، نسبة كبيرة كبيرة أكتر من 70-80%، يتبقى استثناء ما يتحسبش عليه ويتقال إن مثلا في بعض الناس بيظلموا أو بيفتروا أو يأسوا. مش عايز أطول عليكم، لكن عايز أقول يعني الفترة، حالة النجاح اللي احنا تحققت خلال الـ5-6 سنين اللي فاتوا، حتى أثناء
قسوة الإرهاب والتضحيات اللي تقدمت. ما اللي قدمته في أبهات ما فيش كلام، ويتألموا على أولادهم ما فيش كلام، لكن الأم والبنت والزوجة اللي هي مش هقول الجناح الضعيف لكن الجناح اللين الجناح الرحيم، هي اللي تألمت أكتر. وبشوفهم وبكلم معاهم وبسمع منهم، ده عطاء كبير. اللي عايز يشكرني وقد يرى ان انا عملت امر طيب يخلوا باله من مصر. اللي عايز يشكرني، انا بكلم والله، والله يعلم ما في نفسي، والله يعلم ما في نفسي، ان احنا نحافظ على الوطن ده وعلى حياة 100 مليون، وان هم يبقوا في امان وسلام، وان ما حدش فيهم يعني يؤذى او كذا او كذا في ظل الحالة اللي موجودة في العالم دي. ده قمة، مش الشكر لي انا بقى، الشكر لله سبحانه وتعالى، لان الحق سبحانه وتعالى، وانا لا ابالغ والله لا ابالغ، وانا اعلم كثير من الامور قد لا تكونوا تعلمونها. والله 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 البلد دي كانت كده كده كده. أنا بقسم بالله، وسبحانه وتعالى إيده الكريمة الفاضلة خدتها ورجعتها ربنا. فهو عشان بس ما فطرحنا بقى شكرا لله سبحانه وتعالى، نعمل إيه؟ نخلي بالنا ونخلي بالنا من الناس، ونجري عليهم، ونحاول نيسر لهم أحوالهم، ونحسن من أحوالهم، ونبني ونعمر يعني. ف وإن المرأة المصرية مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتساهم كما عيدناها دائما، مساهمة جادة وبناءة في مرحلتنا المقبلة في جمهوريتنا الجديدة التي تشهد العديد من المشروعات القومية العملاقة في تاريخنا الحديث، والتي نستهدف في المقام الأول الاستثمار في الإنسان. وبرضو خلينا أخرج هنا وأقول في نقاش كتير يمكن دايما موجود، يقول يا ترى احنا كنا محتاجين نعمل الشغل اللي احنا عملناه ده، يا ترى اللي احنا عملناه ده كان ليه أثار إيجابية على الواقع اللي احنا فيه، ولا كان ليه أثار صعبة على الواقع اللي احنا فيه. انا هقول لكم على حاجة، انا هتكلم على احد المشروعات البسيطة جدا يمكن ما حدش يتوقف قدامها، مثلا مشروع قومي لزيادة حجم قدرتنا على تخزين القمح في الصوامع اللي تصل إلى 5.5 مليون. يا دكتور مش كده؟ 5.5 مليون طن قمح، كان اللي موجود عندنا أقل من تلت الرقم ده. طب ده كان بيعمل إيه؟ عشان بس الناس تبقى متصورة معنا. إحنا حطينا فلوس كتير في الموضوع ده صحيح، لكن إحنا لقينا أن إحنا تمن اللي بيفقد سنوياً حوالي 20% من تداولنا للقمح. فلو شئتم أن أنتوا تقولوا أن إحنا بنتداول ما يقرب من يعني هنقول احنا بنستهلك تقريبا 17-18 مليون طن قمح، هنقول ان الدولة بتتداول 15 مليون 10 مليون. ال 20% او ال 15-20% اللي بنتكلم عليهم ما يقرب من 2 مليون طن قمح، ما يقرب من 2 مليون طن قمح. تمنهم كام؟ بيفقدوا ازاي؟ نتيجة ان احنا كنا سايبينهم او بنسيبهم يعني في شوان مكشوفة ومخازن مفتوحة، وبالتالي كانوا بيتعرضوا للقوارض والحشرات وحاجات أخرى. وأنا قلت الكلام ده قبل كده لما عملناهم. النهاردة احنا قاعدين موجودين وعندنا يعني مخزون القمح يكفي 4 شهور، وما عندناش مشكلة في النقطة دي. وأنا بقولها فرصة وانتم موجودين معانا أن أنا يسمحها كل المصريين، ما عندناش مشكلة بفضلك يا رب، لا في سلع أساسية ولا في أي شيء. أنا بتكلم لحاجتنا زي ما احنا عايزين، أيوة، وزيادة نعم،
وده فضل من ربنا علينا وجهد الدولة وجهدكم يعني. فارجع بس الموضوع الصوامع دي كمثال، المستودعات بتاعت البوتاجاز كان عندنا المستودعات 8 أيام، وكان كل دورة شتاء تيجي توقف المواني، مش قادرة تستقبل يعني السفن المحملة بالبوتاجاز ويحصل مشكلة البوتاجاز خلاص. عندنا النهاردة 30 و35 يوم، ولا أنا بقول كلام يا دكتور، شهرين الدكتور مصطفى بيصحح لي بيقول لي مش 35 دول شهرين خلاص. طب ده اتعمل يعني، كان ممكن ازاي يعني نعمله؟ اتعملت مستودعات للبوتاجاز، مستودعات للزيوت اللي هي الزيوت، الزيوت الطعام اللي بنستخدمها ناخدها نخزنها عندنا على أرضنا، ما نبقاش عندنا مشكلة في أي حاجة، ونستخدم نطلع منها وقت ما احنا محتاجين. خلاصة الكلام كنا محتاجين نتعامل في تحديات ومطالب الدولة بما يعني بما يتطلبه الحلول العلمية المخططة اللي بتتطلبها. يعني إيه دولة؟ يعني إيه دولة؟ دولة فيها 100 مليون، لا ده حاجة مش بسيطة إنك تنظم حياة الناس ديت من أول السفينة اللي بيجيب الشحنات القمح لغاية لما الرغيف العيش يصل للناس. دي سلسلة، السلسلة دي لو أي مشكلة فيها تبقى تسمع معانا في الشوارع عند الناس، فين الأكل فين العيش مثلا. بالمناسبة احنا بنقول دلوقتي كده على مستوى مصر، طب ما دلوقتي في مشكلة كبيرة جدا في سلاسل التوريد، وأيضا في نتيجة الأزمة الكبيرة اللي احنا كلنا متابعينها. الأزمة كبيرة قوي وليها تأثيرات كبيرة جدا اقتصادية على العالم كله. احنا بنتكلم النهاردة بعد ما كنا بنتكلم في 60 و70 دولار لبرميل البترول، بنتكلم في 115 و120، ونتمنى ان الأزمة دي تنتهي بسرعة حتى لا الرقم ده ما يفس اكتر من كده. هل في عندنا في مصر مشكلة في ده؟ هل حد بيروح يعني محطة ياخد حاجة ما يلاقيهاش؟ فاللي انا عايز اقوله ده كان فضل الله علينا اولا، ثم نجحنا في هذا البرنامج اللي انتم ساهمتم مساهمة كبيرة فيه. وبرضو احنا محتاجين واحنا داخلين على شهر رمضان ان احنا يعني انتوا حرين اعملوا اللي انتوا عايزينه صحيح. طب انا هقول لكم على حاجة، والفريق محمد زكي وزير الدفاع يشهد علي وانا وزير الدفاع واحنا بنعمل الحفلات، قلت لهم لو سمحتم حطوا طبق واحد، مش كده محمد؟ صحيح؟ اتفضل استريح، اتفضل. قلت لهم من فضلكم حطوا طبق واحد، والطبق ده ساعتها يعني، والطبق ده يبقى فيه يا فراخ يا انا مش عارف الكلام ده مناسب ان اقوله ولا ما اقولوش. صحيح والله العظيم، والله صحيح، صحيح والله. فقلت لهم طبق واحد، ايه في ايه؟ احنا كفايه ان احنا نشوف بعض كده. شوفوا البلاد ما بتتعملش بالاماني، الدول ما بتطلعش قدام بالاحلام بالكلام، الدول بتطلع قدام بالجهد والمصابره اكيد والوعي، اكيد والوعي، اكيد والوعي. فنقول الكلام ده دلوقتي وبعدين اقول لاي حد طب يعزلني عنده في البيت الاقي ملال السفره عشان رمضان يعني ايه؟ لا لا، ونعتبرها يعني موضه يعني، يقول لك احنا هو ده. طب احنا عندنا مشكله في السلع؟ لا والله، اعمل اللي انت عايزينه، انا والله بحلف، خدوا اللي انتوا عايزينه، انزلوا عبوا من الاسواق. وانا عايز اقول لكم على حاجه، يعني لسه الجيش بينزل 2 مليون كرتونه، ممكن ينزل 2 و3 و10 و20، احنا عاملين حسابنا لكل حاجه. مش بنص ثمنها يا محمد؟ بنص ثمنها مش كده؟ بلاش نكسب يعني. نص ثمنها. طب اتفضل، انا عارف انا بس بضحك معاكم عشان تبقوا، فمفيش مشكله. انما المشكله ان احنا اذا كنتم عايزين مستقبل افضل، حياه احسن لابنائنا وبناتنا واحفادنا اللي جايين، لازم نراجع الكلام ده.
يدوبك يدوبك. حد بقى يروح طالع بقى على المواقع التواصل السيسي بيقول لنا ما تاكلوش وبتاع، لا لا لا، كلوا اللي انتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. والله والله انا صادق معاكم وامين، والله يعلم ما في نفسي. وانا في البيت بقول لهم كده حتى عندي يعني الناس اللي بتاكل معانا لو جم شافوا يقول لك ها بتقلوا من بيت ال، ما انا مش رئيس، والله والله انا ما رئيس. فيقول لك اكيد السفره بتاعته دي مختلفه جدا، بياكل من الجنه يعني. لا 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 لا، بقول لهم كتير كده واسال الاسعار دي بكام ودي بكام، ما تجيبوش دي وتجيبوا دي، انا بعمل كده. امال ايه؟ امال ايه؟ مش انا مسؤول امام الله سبحانه وتعالى؟ مش المهم الوفره اللي في جيبي، المهم الانفاق المناسب المتوازن، مش معايا كام؟ لا. فمش عايز اطلع الحته دي عشان ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ومثلما كان لهذا الدور الوطني الاكبر في الحفاظ على هويه الوطن خلال ثوره 30 يونيو وفي انجاح جهود الاصلاح الاقتصادي وخلال جائحه فيروس كورونا، وعولوا على قوتها ووعيها وحكمتها كثيرا، انا بتكلم عن المراه المصريه، في انجاح المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه والذي يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والمجتمع بأكمله. السيدات والسادة، لقد عهدت نفسي منذ أن توليت مسؤولية هذا الوطن أن تأخذ المرأة المصرية مكانتها العظيمة التي تستحقها، وأنني على العهد والوعد ببذل كل ما في وسعي لمواصلة مسيرة الدعم وتمكين المرأة المصرية وحمايتها، عرفاناً بدورها الفاعل في بناء المجتمع وانشغالها بهمومه، واستكمالاً لمسير الدعم وتمكين المرأة المصرية، أوجه الحكومة باتخاذ الإصلاحات التشريعية والقانونية لتتضمن الآتي: تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال. 2، دعم المرأة من أجل التحقيها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات الهندسية والعلمية والتكنولوجية التطبيقية، وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة. 3، مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل. 4، الحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صوناً لكرامة المرأة ومكانتها. 5، أنا قلت لكم مرة في موضوع الإيذاء البدني ده والناس ضحكت لما قلت كده، قلت المفروض الراجل لما يكلم الست يحط ايده ورا ظهره، فالناس ضحكت. خير يعني؟ خير يا عم؟ يا عم خلي ايدك ورا ظهرك يا سيدي، اتكلم كويس، اتكلم كويس. لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، قال حاجتين، قال الصلاه، الصلاه والمراه، يعني قال خلي بالكم من الصلاه وخلي بالكم من المراه. دي استراتيجية يا جماعة، دي إيه؟ تطلع منها سياسات وعادات وتقاليد وقيم ومبادئ ودراسات تحقق هذا الأمر، مش كلمة تتقال إيه حسب ضميرنا يعني، وماله حسب ضميرنا برضو. ولكن هو النبي لما قالها كان بيقولها عشان إحنا كأمة تأخذ بناصية العلم والتعليم والتفكر والتدبر، تقوم تحط منهج ومناهج فيها احترام، فيها تقدير، فيها أدب، فيها ذوق، فيها خلق. مع مين؟ مع المرأة، كل المرأة، مش المصرية، كل المرأة. فلما يجي حد يقول لي يعني طب احنا اضرب ايه؟
ده كلام برضو يجوز يا جماعة، ما يصحش، ما يصحش أبدا حتى إن حد في الشارع يعني يؤلم سيدة ماشية بنظرة ملهاش. أنا بقول بنظرة مش بكلمة، ده كلام عجيب، ده كلام عجيب، ده لازم المجتمع ده يتوقف كله أمام النقاط اللي بتكلم فيها دي، ويقول إزاي إحنا كده، إزاي إحنا نقبل إن تبقى بنت أو سيدة ماشية في الشارع وحد يقلمها بنظرة يبص عليها، يعني مش يتكلم ولا مش عارف يعمل إيه. إحنا مش بنتكلم في قانون بس، إحنا بنتكلم في دراما، في إعلام، في مفكرين، في مثقفين، بنتكلم في مسجد، في كنيسة. إزاي الأدب ده يمارس يا جماعة؟ أدب التعامل بيننا وبين بعضنا بصفة عامة، وأدب التعامل بين الإنسان أو بين الرجل وبين المرأة. إزاي يعني ده معقول تشكيل الرأي العام؟ ما إحنا كلنا إحنا بالمناسبة إحنا كلنا مطالبين. ما أنا عايز أقولك في الآخر لأختي اللي بتتكلم، هو ابني ده اللي عمل كده، هو ابني وابنك، هو ابني وابنك. يا ترى إحنا شكلنا ده من هو طفل صغير في بيتنا إنه يخلي باله وما يعملش كده؟ هل ده موضوع محل يعني إحنا مهتمين بالتعليم بس وماله؟ بس هل إحنا كبشر كأمة كناس مهتمين إن إحنا نصيغ شخصيات أولادنا وبناتنا أولادنا إن هو أبداً أبداً ما يكونش كده؟ يا ترى ده موضوع مهم في بناء الطفل؟ ردوا أنتوا، يعني خلي بالكم، ما تطلبوش من الدولة أمور. وأنا هفكركم بكلمة قلتها من شهرين كده، قلت إيه يا جماعة؟ الدراما لما جت اشتغلت على إن الدولة خصم، الناس اتحركت تهد الدولة. ما هو الدولة مش خصم، إنما كل إنسان مسيء خصم. الدولة مش خصم، الدولة يعني إيه اللي ممكن تعمله الدولة في إن إنسان مثلا ما بيشتغلش كويس في مكتبه؟ أو إن هو يمشي في الشارع ويرمي حاجة في الأرض، أو إن هو يسيء لحد. الدولة مالها بكده؟ إحنا تخلينا عن دورنا كمجتمع في بناء وصياغة شخصيات أبنائنا وبناتنا في البيت وفي المدرسة. كان الكلام ده محل اهتمام ومتابعة شديدة، وكان الأب النهاردة يتقال له ابنك مؤدب ولا ابنك معاه أعلى الدرجات العلمية؟ أتصور في وقت من الأوقات كان الناس بتدور على أن يتقال إن ابنه مؤدب، لكن النهاردة إحنا ما بنفكرش في كده، إحنا بندور على أعلى الدرجات العلمية. مش عارف أنا بقول كلام حقيقي ولا لأ، يعني أنا بقول الكلام ده لكل المصريين اللي بيسمعوني في كل حتة، إنك ما تشتمش، ما تسئش، ما تغلطش، وإحنا بشر في النهاية هنغلط يعني، بس في فرق بين إن الحالة العامة تبقى فيها تجاوز كتير وإن الحالة العامة يبقى فيها بعض التجاوز. إحنا عايزين بعض. الإسراع في تخصيص المباني المناسبة لتفعيل آليات وسير العمل في الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف. إجراء مزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق، مع إفراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم. أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا تابعت من حوالي شهر ولا أكتر حادثتين انتحار لبنتين عشان حد مش عارف يعني زور ولا فابريك ولا الحاجات اللي بيعملوها ديت، وراح مطلع لهم إن هي كده. المجتمع ينتبه لولاده وبناته
ويخلي باله ان ارواح الابرياء دي في رقبتنا. الدراما تنتبه، الدراما تنتبه. انت لما تجيب في التلفزيون او في اي مسلسل او فيلم، وده مش ضد الابداع بالمناسبه، انك تصيغ قيم المجتمع وتشير للحسن فيه افضل كتير. ده مش ضد، يعني في بعض الناس يقول لك ده ضد الـ ضد الـ الابداع. ابدا ابدا. هو انت مش عارف تعمل ابداع غير انك تجيب راجل بيضرب مراته؟ يعني هو ده يعني انك تجيب ابداع ان حد بيشتم؟ يعني مش معقول، يعني مش معقول يعني. لكن انا بقول حتى لو ده موجود تبقى مره، لكن ما تبقاش كل مره. يعني يبقى الاجراء الشاهد يعني هو ان الغالب هو الطيب الفاضل كده يعني. تغليظ عقوبه عدم تسجيل المواليد. قيام وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العامله بالتوسع في مراكز خدمات المراه العامله على مستوى الجمهورية، وذلك لتقديم خدمات تيسر على النساء العاملات وتعمل على تنظيم وقتهن بين رعاية شؤون الأسرة ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. قيام وزارات العدل والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 أشهر. خلونا نتوقف عند النقطة دي، وده كان محل نقاش بيني وبين الدكتورة وزيرة التضامن، وكنت بقول لها تفتكري إن إحنا مهما عملنا في دور الرعاية من اهتمام لمثلاً لألف إنسان وإنسانة يعني أفضل؟ ولا يكون الناس دي موجودة مع أسر أفضل؟ مش كده يا دكتورة نيفين؟ فقالت لا طبعا، ده إذا كنت بتتكلم على جودة المقدم هنا، مش مهما كان قدرتنا إحنا لن نستطيع أن نقدم رعاية. تفضل استراحي، تفضل استراحي. عايزين إذا كنا عايزين نقدم رعاية الأفضل أسر، وبالتالي أنا بقول وإحنا يسرنا، أتصور يسرنا الشروط اللي كانت موجودة في هذا الأمر. إحنا عايزين ما يبقاش عندنا مشكلة، مش عندنا حد مكسور الخاطر، ما عندناش حد الظروف ظلمته، بإن إحنا نتكاتف كلنا مع بعض ونعمل ده للي يقدر. ما حدش بيطلب إن حد يقوم بدور هو ما يقدرش عليه. لكن لما كلمنا في النقطة دي بتاعت الرعاية ديت، قلنا إن إحنا نتيح برامج لأسر تكون عندها الاستعداد للعمل الطيب ده وعندها الجهد للرعاية ديت عشان تتيح لهم إنهم ياخدوا الأبناء دول. مش إن الدولة مش عايزة تقوم بدورها أو يعني بتتجاوزه، لا لا، هو إن إحنا تقديرنا بدراسات علماء الاجتماع وعلماء النفس كل السلوكيات وكل الكلام ده، ان الافضل ان الطفل او الطفله ينشا وسط اسرته او وسط اسره. وهنا برجع لموضوع كنت اتكلمت فيه قبل كده من 2 3 سنين، وقلت موضوع الانفصال والطلاق. وانا عايز اقول يعني يا ترى هو احنا كأسر كلنا، مش بكلم على الست خالص، يعني هان علينا عيالنا وأطفالنا بين الرجل والست ان هو يقف على موقفه بغض النظر موقفه صح ولا غلط، وهي تقف عند موقفها بغض النظر صح ولا غلط. بس القيمة الكبيرة قوي للأسرة اللي هم الأب والأم مع بعض، ده مش ثمن مستحق يدفع من جانب الأسرة ديت لصالح الجيل ده اللي هو الابن أو الابنة. أتصور إن ده ثمن مش كبير قوي، إن أنا أتجاوز نفسي شوي، راجل كان أو ست،
راجل كان أو ست، من أجل خطر إن أنا أوفر لابني ابني أو بنتي بنتي بيئة طيبة يطلع فيها متوازن مستقر راضي مرضي. يا ترى ده تمن كبير قوي؟ مش عارف. التوسع في تغطية الأمهات المعيلات والنساء المسنات والنساء ذات الإعاقة القاتنات في المحافظات الحدودية تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي. السيدات والسادة، ما زالت المرأة المصرية تقدم الكثير وتستحق الكثير، فهي مصدر طاقة الوطن وقوته، وثقتي كاملة في أنها ستواصل عطائها وتفاديها متجردة من أي مصالح، وستبذل جهودها أيضاً كمواطنة فاعلة محبة لوطنها. عزيمات مصر، كل عام وأنتن جميعاً بخير، كل عام وأنتن جميعاً بخير، كل عام وأنتن جميعاً بخير. ومصرنا العزيزة الغالية في تقدم وازدهار دائماً وأبداً. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم طيبين. حاضر. الله يسلم، الله يسلم يا حاجة مكة. حاجة مكة دي. أهلا وسهلا بيك. أنا جيلك، أنا جيلك والله. كل التحية لكل امرأة مصرية في كل محافظات مصر. شكرا سيادة الرئيس، شكرا السيدة حرم السيد الرئيس على تشريفكم الاحتفال. السلام الوطني.
مصر قالت استعدي فرصة تخلي.